ودلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، ونبتدي نشرتنا الرياضية مع قائمة النادي الأهلي اللي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمشاركة في مونديال الأندية، وضمت 32 لاعب، وبيحق فيها للأهلي استبدال وإضافة أسماء جديدة ولغاية يوم 30 يناير. والمسؤولين في النادي الأهلي بيسابقوا الزمن عشان ينهوا إجراءات سفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق لقطر، وده لخوض مرحلة التأهيل هناك من جراحة الرباط الصليبي. ألف سلامة. اتصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبي فريق نادي الزمالك قائمة أبرز 7 غيابات عن الفريق قدام الاتحاد السكندري في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على استاد برج العرب في اسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري. هيغيب عن قائمة الزمالك 7 لاعبين، هم عمر جابر، محمود حمدي الونش، إبراهيم نداي للإصابة، وهيغيب حسام أشرف وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية. البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق اللي هتلعب مباراة فيوتشر النهاردة الساعة 7 بالليل على استاد السلام، وده في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز. القائمة شهدت عبد الله السعيد وغياب رمضان صبحي والشيبي. منتخب البحرين فاز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي. سجل أحمد علاء الهدف الأول لصالح منتخب قطر ضد البحرين في الدقيقة 34 من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل محمد وعد البياتي هدف التعادل لصالح البحرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، وأضاف عبد الله يوسف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89. أما بقى المنتخب الكويتي حقق الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب المينا في مدينة البصرة في العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. أحمد الصفيري سجل هدف الفوز لصالح منتخب الكويت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أكد أن بطولة كأس السوبر الإسباني مهمة للغاية للفريق الملكي، وده قبل مواجهة فالنسيا على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي. أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فالنسيا: كأس السوبر بطولة مهمة دايما للنادي عندنا، وفي العام الماضي منحنا كثير من الثقة للموسم ونأمل أنه يفضل نفس الموضوع السنة دي، في مباراتين وعلينا أن احنا نقدم أداء جيد وبنحاول العودة لمدريد ببطولة أخرى. أما بقى فريق انتر ميلان اتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه على فريق بارما بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سانسيرو ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي. وفريق مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق تشارلتون أتلتيك بنتيجة 3-0 خلال المباراة اللي اتلعبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات النسخة الحالية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023. أهداف مانشستر يونايتد جت عن طريق أنتوني وماركوس راشفورد، والاثنين جابوا أحرزوا هدفين. كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قال ان في مناقشات لتمديد عقد ميسي، تبادلت الاداره الرياضيه الحديث مع ليو حول موضوع التمديد، وقال لا اعرف اكثر من ذلك، لكن يبدو ان ليو سعيد بالنسبه للوجود في باريس سان جيرمان. احنا كده نشرتنا الرياضيه خلصت، لكن فقرتنا الرياضيه لسه مكمله. الناقد الرياضي محمد الجبالي ضيف هدير ابو زيد ومصطفى كفافي دلوقتي في صباح الخير. اتفضل يا مصطفى واتفضل يا هدير. شكرا جدا ليك يا من.